مرحبا، جمعة جديدة عم ترافق نحن وانتو لنواكب آخر وأهم الأخبار على الساحة الفنية. انضم الفنان رشيد عصاف لبطولة مسلسل غالية يلي عم يتم التحضير له بهذا الوقت. حنشوف رشيد عصاف شخصية أبو جاسر بعمل بيروي قصة غالية، وهي بنت ملك معروفة بالمرأة الحديدية بزمن أوائل القرن التاسع عشر. عم يشارك بطولة المسلسل الفنان عبد المحسن النمر والفنانة إلهام علي، وحيكون في ضيوف مهمة جدا على العمل مثل سلوم حداد، بيير داغر، وتيسير إدريس. يذكر أن آخر أعمال رشيد عصاف تاريخية هي بعام 2019 من خلال مسلسل ممالك النار. فعل الجمهور بالأكيد مع الخبر وتحمسوا ليرجعوا يشوفوا عصاف بعمل قوي وصاحب شخصية قوية تتمثل بالسيوف. نسرين طافش وهاني رمزي أبطال مسلسل بدون مقابل ب2024. تعاقدت نسرين طافش على المشاركة بمسلسل بيحمل اسم بدون مقابل بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر أنه يخوض فيه بالسباق الرمضاني الجاي ب2024. وعم نشوف هاني رمزي مبعد عن الكوميديا وحيقدم نفسه بمسلسل بعنوان بدون مقابل، بيسيطر عليه الطابع التراجيدي وبيتناول 30 حلقة دراما بطولة رجال الأمن بمحاربة الإرهاب. أعرب هاني رمزي عن سعادته بتعاقده على هذا العمل بتصريحات تلفزيونية وقال: حيبقى طابع مختلف وفي دراما أكثر، حاولت أطلع عن جلدي لما لقيت الأعمال الكوميدية السينمائية المعروضة علي مو على المستوى المطلوب. أما بالنسبة لنسرين طافش فحترجع بمسلسل مصري بعد غياب 3 سنين من مسلسل المداح واحد يلي انعرض ب2021. زلت لسان لشيرين على مسرح دبي تغضب العراقيين. أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب غضب الجمهور العراقي بسبب مزحة أليطة على المسرح خلال حفل السنة الجديدة بدبي. وعلقت شيرين على طلاقة من الفنان حسام حبيب بسخرية وقالت: حاسة كأني راجعة من العراق، وضحكت ضحكة على طريقة المسخرة ولا مبالاة. وهجم العديد من المتابعين العراقيين شيرين وعبروا عن غضبهم منها بسبب هي المزحة يلي اعتبرها البعض إنها استخفاف بالشعب العراقي وبالوطن. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهي المزحة يلي البعض قال إنه ما استغرب، لأنه شيرين كل ما طلعت على المسرح لازم تحط نفسها بالإكسبلور. وهيك بتكون خلصت أخباري. بشوفكن أنا إن شاء الله بيوم جديد وحلقة جديدة حاملة معها أهم وآخر الأخبار على الساحة الفنية وكل شي ترند تصدر السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها بضلكم بألف خير.